وصلنا لأولى فقراتنا معكم لليوم. غالباً هيك منصادف بحياتنا اليومية أشخاص أقل ما يقال عنهم إنهم اتكاليين وما بيعملوا أي شيء بحياتهم غير إنهم يؤمروا ويطلبوا من الناس بطريقتهم الخاصة إنهم يعملوا الشغل يلي هن المفروض يعملوه ويكونوا مسؤولين عنه ويكونوا هن يلي لازم يعملوا هذا الموضوع. يعني ما بعرف كيف هيك الأشخاص بيقدروا يحملوا الأشخاص الآخرين مسؤولية قصص كتير. أنا عم بضحك لأنه هي قبل ما نبلش بالحلقة يعني عطت مثال عن الأشياء اللي هي اعتمادية فيها. رح أحكيكم يا جماعة الحلقة ما رح روح عليكم أكيد. يعني في أشخاص، هدول الأشخاص اللي كانت عم تحكي عنهم رغد، ممكن يكونوا من أفراد الأسرة، زملاء عمل، رفقات، ويطلق عليهم علمياً الشخصيات الاعتمادية. وما في شك أن التعامل مع هالنوع من الشخصيات هو مرهق لأبعد الدرجات. فتخيلوا كيف عم تعامل معه كل النهار، يعني ماشي الحال. لهيك رح نعرف أكثر كيف بنقدر نتعامل معهم مع ضيفتنا استشارية العلاقات الأسرية ليلى محمد علي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. يعني كنا عم نحكي هيك تحت الهواء شوي عن هذا الموضوع. يعني خلينا هيك نعرف للمشاهدين مين هو الشخص الاعتمادي والشخص الاتكالي لحتى نعرف نفرق بينه وبين الشخص مثلا اللي ما بيقدر ياخذ قرار. تمام. هلا بالنسبه لتعريف الشخصيه الاعتماديه والاتكاليه حسب الدليل التشخيص الامراض النفسيه الامريكي ب 2013 كان اخر شيء له انه هي الشخصيه اللي يكون عندها الحاجه المفرطه لاعتناء الاخرين فيها، وانه هي غير قادره على اتخاذ قرارات حياتها المصيريه واليوميه، وهي دائما بحاجه لتطمين. هلا كيف نميز بينه وبين شخصيات اخرى؟ هو الحاجه المفرطه، يعني هو عاجز تماما عن انه ياخذ قرارات. مثلا تشرب قهوه ولا شاي، لك انت شو بدك؟ مثل ما بدك. عن جد اذا طلبت منه انه يحدد وجبه غدا وانتم طالعين مشوار، هو ما راح يختار الوجبه، راح يشوف البقايا شو ومع مين هو اكثر شيء معتمد ومين بيدعمه نفسيا، حيختار الوجبه اللي مختارها هذا الشخص. بالعمل حتلاقيه هو يدور على الشخص القوي، شخصيته قوية، ليكون ضمن جناحة، مو لأنه هو متسلق أو متزلف، لا، وإنما أو مسيح جوف مثل ما بيقولوا، لا لا إطلاقا، وإنما لأنه هو بده مين يحمل القرارات. هو نشط على فكرة، هو شخص عنده طاقة لكن عنده نقص ثقة، يعني هو بيشتغل بيأدي كتير مهام، بيعمل كتير إشياء، بس بده من يقله عمل تماما. فهو ضمن الفريق، فهو ضمن التيم. إذا في يعني ليدر جيد يعني رئيس بيوجه له مهام وكذا وحامل مسؤولية اتخاذ القرارات، هو موظف جيد جدا وفعال. تمام. طيب فينا نعرف شو السبب يلي بيؤدي لانه الشخص يوصل لمرحله انه يكون شخص اعتمادي؟ يعني فينا نقول انه السبب هو من الطفوله، الاهل، اخطاء من الاهل. أيه. نعرف كثير امهات انه لا ماما لا تجيب كاسه المي، انا بجيب لك اياها. لا تعمل هيك، انا بحدد لك ساعه اللي بتبلش دراسه وساعه اللي بتنهي، ساعه اللي لازم تروح. كثير هيك مقيد بيكون الطفل. هلا هي من الاسباب اللي حاولوا انه يحصروها، لان هي تحديدا الشخصيه الاعتماديه تتداخل مع كثير اضطرابات اخرى، فحتى تتميز كان كثير صعب تمييزها. يعني اذا احنا بستل لهلا هي مانا مميزه تماما، بس من اسبابها حاولوا يدرسوها هي ممكن تكون النشاه والبيئه، خصوصا اذا كان في بيئه يعني يا بيئه حاميه، يعني تكون هي اكثر من اللازم، مثل ما تفضلتي حضرتك في اهل مهتمين بالتفاصيل وكل شيء بدك تمشي على المسطره. تمام. ما في حريه اختيار، ما في اي اليات لبناء شخصيته، او شخصيه او بضمن بيئه مهمله، هو فعليا ضل مضطر انه يكون بينطر حدا يقول له اعمل شيء، ما في تفاعل معه. هاي من ناحيه اذا هو من ناحيه بيئيه. واحيانا في خط عائلات يكون هو يعني ضمن اسر هي اعتادت على الخضوع. تمام. يعني مع هاي كمان بتأثر على بناء شخصيته وبيطلع فيها. في أسباب وراثية بس هي كتير قليلة، مش يعني مش بيئية، وراثية بس هي كتير قليلة، اللي احنا حكينا عنها عن الأسر وهالقصص هدول. طيب يعني ممكن يكون أنا شخص قيادي ولكني شخص دبلوماسي، يعني أنا ما بحب أفرض رأيي على حدا،
وبنفس الوقت عندي الشخصية القيادية، فبيجي شخص هيك اعتمادي أو اتكالي على حياتي، فإنه أنا هون بهاي الحالة كيف فيني أتعامل مع هي الشخصية؟ أو حتى إذا كنت أنا كمان شخصية اعتمادية كيف بقدر أتعامل مع هذا الشخص؟ يعني هو يمكن بيلبك يلي حواليه بخياراته بقراراته، فنحن شلون بدنا نلاقي صيغة تفاهم بيننا وبين هذا الإنسان؟ هلأ سؤالك فيه شقين، إذا كنتي أنت الشخصية اللي هي القيادية بس دبلوماسي وما بتحب إنه تترك هذا الشخص يكون يعني شكل عبء عليك، هلأ إحنا نعطيه مهام ونتركه، يعني هو حيضل هنا إذا عندي حدا بالتيم هيك بيدق لي تليفون، يعني أنا فرض أعطيته مهمة وهو راح مثلا نزل بمكان معين وعم يأدي المهمة بيضل يدق لي تليفون، أنا ما لقيت الشخص الفلاني، أنا شو أعمل بالخطوة التالية؟ أنا لا أعطيه مهمة وما حأرد على التليفون مرة على مرة، حخليه يتحمل مسؤولية قراره، أنا بهالطريقة هي عم حاول أعرضه ويكون أقل عبء علي، هي من ناحية هيك. أما إذا هو شخص اعتمادي وكيف بيتعامل مع اللي معه، هو كتير شخص بيحاول يظهر نفسه ضعيف وبيصف نفسه بصفات مثلا الغباء او عدم القدره حتى يبتز عاطفيا اللي حاولوا انه يساعدوه، لانه انتم بتعرفوا بطبيعتنا وقت نشوف حدا بده مساعده حنساعد، يعني احنا كبشر بيناتنا كتفاعل انساني بنقدم هذا الشيء، فهو بيحاول يستغل هاي النقطه فينا ليضل يخلينا نعتني فيه، لان هو من اعراضه المميزه له هو كتير قلق وبيخاف يضل لحاله، هذا صار اسمه يمكن ابتزاز عاطفي بمرحله، هو بياخذ هاي النقطه بيحاول يستغلها، بس هو نتيجه هو احتياجه المفرط انه يكون في حدا بحياته، لازم يكون في حدا بحياته داعم وبياخذ قرارات عنه وبيطمنه كثير، يطمنه يعني يعطيه تطمينات وتاكيدات انه ايه انت القرار عم تاخده صح، انت اللي عم تساوي برافو، يعني كثير بمفرط هذا الموضوع عنده. تمام، يعني المثال اللي حضرتك عم تذكريه واللي ذكرته رغد عن مدير بشركة ونحن عندنا موظف وكيف ممكن نحن نتعامل معه ليطلع من الشخصية الاعتيادية، ولكن إذا نرجع شوي للحديث اللي حكيناه أنا وياك قبل شوي إنه الطفل كيف تربى وتعود، والدته هي اللي بتمشيه على كل الخطى من الأكل للدراسة للنوم للفئة كله، هذا الولد كبر وتجوز إن كان طبعاً طفل أو طفلة وتجوزه، فهو بيضل شخص اعتمادي واتكالي على الشريك أيضاً 100%. فكيف ممكن أنا كشريك لشخص اعتمادي أني أنا أحاول خلصه من هاي العادة، يعني أنا كاس المي ما بدي تجي لعندك، وقراراتنا العائلية ما بدي بس أنا أتخذها، ما يكون في شريك معي، يعني أصغر مثال أنه غدا اليوم لا أنت اختار مو أنا أختار. هلا هو فعليا هو شخص نشط، يعني سواء كان زوج أو زوجة أو شريك، هو شخص نشط بيساوي كل المعامل اللي بتقلي له عليها وزيادة مشان يكسب رضاكي، يعني هو مانو كسول، مهم تعطي القرار بس هو القرارات ووجودك بحياته انت داعم له كذا، بس هو كشغل ممكن حتى يساوي اشغال وقصص يعني مذله او هو ما بيرغبها او تضغط عليه بس في سبيل انه ما يخسر رضا الشريك او اللي حوله. هلا انا كشريك اذا حابب انه اعمل شيء اتجاه هذا الزوج او الزوجه وبدي اياه يكون يعني شخص طبيعي، فاحنا عندنا ثلاث خطوات، هو اللجوء الاستشاري معالج نفسي، لانه احنا عندنا العلاج السلوكي المعرفي وفي علاج طويل الامد التحليل، واحيانا اذا كان هو عنده اعراض، لانه بالغالب اذا ظلت السيره بدون اي نوع من الشبكه الداعمه وتغيير للسلوك هو يكون عنده نوبات هلع، فهي بحاجة لعلاج دوائي علاج نفسي، يكون عنده قلق مستمر، فهي في أعراض أخرى واضطرابات أخرى تتداخل مع هذا الاضطراب. ولو بدي أقطعك، إمتى بنوصل لهي المرحلة اللي حضرتك عم تحكي عنها؟ إمتى بوصل لأنه فعليا أنا ما بقدر أني ساعده، أكيد لازم شخص مختص هو اللي يساعده، يعني شو الأعراض يصبح اللي تظهر عنه؟ يصبح جدا معيق، يعني أنا زوجة حاعطيكي مثال، وبدي مثلا أنزل على السوق أجيب أواعي العيد للأولاد على فرض ماشي، وأخذ مصاري من جوزي والأمور رواء ووصلني على السوق، وصلت على السوق بدي اختار الاواعي، طبعا اولادي يتحكموا فيني لانه نفس الشيء هو بيصل حتى الطفل يصير يعني يعطيني قراراته ويتحكم، بصير ابكي ويصير عندي تعرق ونوبه مثل اختناق النفس وارجف، وبدق لجوزي بقول له انا بده البلوزه الزرقاء وما بعرف اشتريها ولا ما اشتريها، عدم قدره على التصرف، عرفتي يعني يصل مرحله انه هي تعيق حياتي وتشكل عائق، هون انا بدي اطلب مساعده
يعني قطعا، لانه بالبدايه ان احنا نحاول نعطيه مهام ليستقل بحاله، نحاول إن مثل ما بيقولوا بالعاميه ندفشه ليكون اتحال ويندعك شوي، بس اذا هو ما قدر وكان الموضوع جدا عائق بالنسبه له فاحنا بحاجه لمختص. طيب يساعدنا. يعني ممكن الشخص الاعتمادي مثلا يكون احيانا عم يستغل الاخرين لحتى ياخذوا قرارات عنه، لحتى هو يحس بينه وبين حاله مثلا اذا اتخذ قرار خطا فانه انا ما بحمل هذا العبء على كتافي، يعني انا ما بحس انه مثلا هون غلطت او كذا، وممكن وصل لمرحله اني لوم الاخرين على اختيار هذا القرار. يعني انا استشرتك بقصه اجيتي قلتي لي اوكي اعملي هيك، بعد ما صارت نصحتيني عملتي كذا، فنحن هون ما عم نواجه مشكله حقيقيه باتخاذ القرارات. شوفي هلا نحن خلينا نتفق انه كلياتنا بتجينا حالات ماشي انه تهبط ثقتنا بنفسنا او نشك بشيء او بحاجه لدعم ونستشير وراي، هذا طبيعي. بس بالنسبه للشخص الاعتمادي ما عنده مو يعني وجهه نظر ومو الزاويه اللي طرحتيها، هو ما عنده قدره ياخذ قرار. بتعرفي امتى يلوم الاخر؟ وقت يتركه انه انت دركتني لحالي، هاي بيلوم الاخر فيها. تخليت عني انت، انا كنت بحاجتك وانت ما عطيتني رايك، انا كنت بحاجتك بدي اعرف شو اكل، ضليت بلا اكل. طب يا اخي المنيو قدامك، انا على هالمستوى طبعا، وخذي على قرارات اعلى. يا اخي لف سندويشه لبنه وخلص. مثلا هو هون الشيء العجز الحقيقي اللي بيعيق الحياه اليوميه، هو يعني هو نقص ثقه تام وبحاجه عاطفيه من الاخرين انه يعتنوا فيه دائما، لكن هو يعني عنده طاقه، هو بيشتغل، هو بيساوي كثير اشياء، اعطيه مهامه من الصبح بس لليل بس بده حدا يوجهه وبس وجهي ويحصل على رضاكي. كثير مهم قصه رضا الاخر لإله، مثل ما ذكرتي انه ممكن يشتغل اي شيء، مهم انه حتى اشياء مذله انه هو يرضى. وغير قادر على خلافك، يعني ما بيقدر يعني يكون متالم ومتشنج، شو ما عملتي له كمان هو ما رح يتخانق، ما يقدر يعبر ابدا عن الخلاف معك او انه يجي يواجهك بكلمه بسيطه انه انت ضايقتيني بهذا الشيء، لانه بخاف يخسرك. يعني قدرنا من حضرتك نعرف تفاصيل تماما تحدد لنا اذا هذا شخص اعتيادي او شاء لا. الله اكون في مو اعتياديه، اطمني. مو اعتماديه. اعتماديه عفوا. تمام. لا دبلوماسيه. انا هيك دبلوماتيك اكثر. لا سالتها سؤال للاستاذه انه انا وقت القرارات العاطفيه بتكل على حدا ياخذ عني القرار مشان بعدين ما الوم حالي انه انا بحس بالذنب واتورط. بحس بالذنب. مو اعتماديه الحمد لله، اعتياديه. هي ذكيه خوافه شوي. ذكيه وخوافة عاطفية. يعني هيك بكره احمل ذنب شيء، يمكن لانه شخصيتي دبلوماسية شوي، فانه عن جد يعني هذا الموضوع. بنتشكرك اكيد استاذة على وجودك معنا لليوم وعلى كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. شكرا كثير لك، وهيك يعني شكرا للحديث الممتع يلي قدمتي لنا اياه، ويسعد صباحك وصباحكم سعيد.